ورحمة الله وبركاته. اليوم الجمعة قماري 14/6/1439 أمام جوانا جوانا في مكة المكرمة في شمسنا مكة المكرمة عيال الشعب ابن عمي عم العريس أحمد بصفر عمر حناوي ذاكرهم وذاكرة وجارنا الشعب عامر من الرجال لديهم الذاكرة في شعب عامر وفي مكة عامر. الله حبيب القلب حبيب القلب أبو توفيق أحمد تاج بن عبد الرحمن كمال 35 سنة عشرة ومحبة. طبعا عم العريس هو جاي لي أبو العريس عم عبد الله بصفر ودحين احنا نشوف الصحبة وش بعد أبو بعد المزمار اللعب حطوه برا ولا جوا حطوه برا ولا جوا برا بسم الله وتعال يلا كيف حالك مبروك ان شاء الله الله يتمنك على خير. اللعب متى شويه طيب غبرة. كيف حالك؟ طيبين؟ معاك رويد حسن اسلم بصفر من شعب عامر الله يعطيك العافية وبارك فيك الله يعطيك العافية ايه فرحة الرشيدي عارف هذا مين؟ بصفر ها؟ ولد عمه من بني عمومتهم دول اللي وقفوا محل مكان عم محمد دهان الوقف اللي جنب بيت الشقيري اللي كان السندي تاع جنب بيت الشقيري ايوه الكبير اللي على الشارع نسيت اللي كان فيه حيش شيرين باسط مكتب الله يرحمه ايش بك انت؟ ها؟ ماني سامع يا ابويا برحت الرشيدي برحت الرشيدي برحت الشعب عامر راحت احلى برحه في الشعب كله اقول لك ليه مكه كلها مش في مكه كلها يقول لك غبره قزاز دندره كلهم من المسجد جدك خليل غبره جدك عم خليل غبره الله يرحمه كان عمده الشعب مين بعده؟ الهابط لا ها
عدس حسن عدس عم حسن عدس حسن ايه. وبعده عامد عليه ام حامد ايوه ايوه حامد علي 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 واحمد علي احمد ايوه اجيال راحت اجيال وبيت العمار من المسيسين ها يا عمر حنا هذيك العاب بعدين نتكلم شيء عندنا كيف حالك مبروك ان شاء الله الله يتمملك على خير اللعب متى شويه شويه طيب ورحمه الله وبركاته انا ابن الشعب شعب عامر بن حجر الرشيد وهذا الشاب الرائع ثقاف جامعة أم القرى خريج جامعة أم القرى حسين عبد الرحمن بحى إيه نعم عبد الرحمن بحى شغال ب رشد الحرمين الشريفين إيه نعم خريج السنة هذه ثقافة إسلامية ما شاء الله وهاوي صاحب وهاوي تاريخ وذكريات وسيكون إن شاء الله معي في أي لقاء أجريه في مكة مع أبناء مكة الكرام الله يسلمك يا رب بارك فيك وهاوي من اول يكلمني يقول لي انا بسوي القاعات زي مكه خلاص تكون انت ابني في مكه ان شاء الله وحنمشي هذا وتتعلم وتلقط وتمشي ان شاء الله توثق كل شيء الله يديك العافيه سيدي توثق تاريخ نعم. عن رجال لكم ولنا قبل دفن تحتك التراب حسابي باليوتيوب وهذا انا ماني مع قوم قايم ذا السناب وبالواتس والفيس ويكفي لهنا أما تويتر عن طلتي ما غاب سرد ذاكرتنا أيام وانس وهنا بالصدق وغيرة ما لا عندنا باب نوثق تاريخ عالرجال لكم ولنا قبل دفننا تحت ذاك التراب حسابي باليوتيوب وهذا أنا الله يديك العافية سيد الناس ما تقصر الله يسلمك الله كم لك في الصحبة؟ والله والله أنا إيش يعني جديد انا بالصحبه يعني شهر شهرين سنه تقريبا تقريبا سنه بالصحبه مين من اصحابك فيها ما سلام الدكتور ما سلام ايه ايه وليد بفاري تحضر معاه ايوه احضر معاه ايه. ومين المدعي ما سلام ومين الكبار اللي فيها فاهمين ايوه ما سلام ومين اللي نتعلم عن طارق شنواز شنواز ايوه الابو ايوه الابو الابو معاد معاد النبهاني ايوه نواف معاد عاد ولد حارة دي حارة اسفل ايوه ايوه وش كمان؟ وعم عمار جميل ايوه عم جميل عمدة ايوه فاهم؟ اسامة الامين ومين كمان الله يديني اسمه؟ اربع صوتك حارث حارث حسن ومين شباب زيك عمال يتعلموا ياخذوا الادوار يتعلموها عشان عشان ايش؟ يعني يعني ليش ليش تتعلموها؟ كيف؟ ليش تتعلموها؟ لماذا تتعلمونها؟ نحي نحي هذا التراث؟ ايوه التراث ان شاء الله عشان لا يندثر؟ ايوه اكيد فعلا إيه؟ عشان لا يندثر نحيه ويعني ايش يعني كل فتره كل فتره ها نسوي يعني ايش يعني ايش يعني زي كذا ليالي وزي كذا ليالي عشان تتدربوا مع بعض وكل شيء اي نعم صح فعلا الله مين الحادي حقكم؟ با سلامه با سلام الدكتور محمد با سلامه Oh,
الى الصهبه الحين المزمار والجوش وكل اثنين سوا ابو توفيق قوي ولد الشامي رجع للفندق قصر التوفيق لابو توفيق يا احمد كمان الله يعطيك العافيه يا عمار دايم صباح الصباح فتح يا عليم والجيب ما فيهش ولا مليم بس المزاج رايق وسليم باب الامل بابك يا رحيم ده الصبر طيب عاد ويغير